ضحك مزينا العينين، صباح السر محبتنا، صباح الخير عفلسطين، على اللي مجمعين لحباب، عتغريدة أمل وحنين تذكرنا بها الأصحاب في فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم دائما عبر شاشه تلفزيون فلسطين وفي حلقه جديده من برنامجنا الصباحي لليوم 30 من كانون الاول. صباح الخير وصباح امطار الخير في نهايه هذا العام، يعني خلصت السنه. كل عام وانتم بخير. على كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك اليوم صباح. قبل الاخير من هذا العام، وفي هذا اليوم طبعا سنكون مع العديد من المواضيع التي سنتناول بها بعض الوقائع وبعض الأرقام التي كانت تخص بعض القطاعات خلال عام 2018، بالإضافة بالتأكيد للكثير من المواضيع والفقرات خلال مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. صحيح. إذن نبدأ بالعناوين لهذا الصباح. أولى فقراتنا لهذا اليوم سنتحدث عن أهمية وجبة الإفطار. وسنتحدث عن الواقع الزراعي الفلسطيني لعام 2018. ومن غزة قصة نجاح وتحدي لشاب يفوز بالمركز الأول في الكرنفال السينمائي لأفلام المرأة. ونتحدث أيضا عن تخفيض سن الترشح للمساهمة في جهود التنمية. سنتحدث في هذا الصباح عن أدب الأطفال وتحديداً قصة الثور الذي سرق جسم الكنغر. وأيضاً فلسطين تستعد للتقدم بطلب لمجلس الأمن لتصبح كاملة العضوية. وفي الختام بكل تأكيد سنكون مع موضوع آخر، وهو موائمة الفن الشرقي مع الغربي في التطريز. إذا مشاهدينا هذه أبرز المحطات والعناوين، أكيد بالإضافة إلى محطاتنا الثابتة والمنوعة من مناطق مختلفة من فلسطين وخارجها، ورح نكون أكيد أيضا مع مراسلنا محمد شطية رح يقدم لنا تقرير عن حلاوة السمسم اليوم. أكيد. وأيضا زميلتنا زينة عبد الصمد رح تكون معنا من بيروت للحديث عن موضوع آخر، وهو موضوع تفريغ المخيمات من أهاليها عبر تسهيلات مخادعة لهجرة الفلسطينيين هناك في مخيمات لبنان. لكن قبل كل ذلك سنكون مع قراءة للصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم، وكذلك حالة الطقس بعد فاصل قصير.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالنسبة لحالة الطقس اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويستمر تساقط أو تستمر تساقط الأمطار على فترات مختلفة وأيضا على مختلف المناطق، والأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة. بالنسبة للرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. نستطلع معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم في المدن الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية. نبدأ من القدس العاصمة 11 درجة مئوية، ورام الله 10 درجات، في نابلس 12 درجة، وفي طوباس ترتفع إلى 17، جنين العظمى تسجل 17، وطول كرم تسجل 16 درجة مئوية، قلقيلية 16 درجة مئوية أيضا، وفي سلفيت 11 درجة مئوية، في أريحة ترتفع إلى 20 درجة مئوية، وفي بيت لحم 11 درجة مئوية، وفي الخليل تنخفض العظمى إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمحافظات الجنوبية، نبدأ بغزة والتي تسجل 17 درجة مئوية، في دير البلح 18 درجة مئوية، وفي خان يونس 17 درجة مئوية، وفي رفح 16 درجة مئوية. وبذلك نختم معكم المدن الفلسطينية وفي المحافظات الشمالية والجنوبية. نطلع معكم على درجات الحرارة المتوقعة في بعض الدول العربية والعالمية لليوم. هذا بالنسبة لحالة الطقس لليوم مشاهدينا. أكيد نجدد يعني تحذير كل المواطنين بخطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة، وأكيد أخذ الحيطة والحذر على الطرقات. والآن ننتقل إلى أبرز العناوين في الصحف الصادرة هذا الصباح مع محمد. إليك محمد. شكرا لا، يسعد صباحكم من جديد. هذه الجولة بالتأكيد مع الصحف الفلسطينية المحلية الصادرة صباح هذا اليوم. الحياة الجديدة، القدس والأيام. بداية هذه الجولة مع صحيفة الحياة الجديدة وأولى عناوينها. السيد الرئيس يستقبل وفدي اتحاد كنائس رام الله وجامعة القدس المفتوحة، كان هذا الخبر الأول على صحيفة الحياة الجديدة. ومن هنا ننتقل إلى خبر آخر. الجماهير تشيع جثماني الشهيدين ياسين في بدية وفياض بخان يونس. وفي تفاصيل هذا الخبر، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس موقعا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره. وأيضا إن طائرة حربية إسرائيلية من نوع F-16 قصفت بصاروخين موقعا وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فوقه وتدميره وإلحاق أضرار كذلك في ممتلكات المواطنين المجاورة. في غضون ذلك، شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بعد ظهر أمس جثمان الشهيد كرم فياض 26 عاما، الذي ارتقى أمس الأول برصاص الاحتلال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء شرق المحافظة. ونتابع هذه الجولة في صحيفة الحياة الجديدة وننتقل إلى خبر آخر. الحياة عنونت: هولندا تدين النشاط الاستيطاني وتؤكد أنه يقوض حل الدولتين وفرص إحلال سلام دائم. إذن مع هذا الخبر ننتقل إلى الخبر الأخير في صحيفة الحياة الجديدة. قوات الأمن المصرية تقتل 40 إرهابيا بعد تفجير حافلة سياحية في الجيزة. ومن هذا الخبر نتابع هذه الجولة وننتقل إلى صحيفة الأيام الصادر صباح هذا اليوم وأبرز ما تناولته من عناوين. الأيام عنونت: إسرائيل، بنت وشاكد ينسحبان من البيت اليهودي،
ويشكلان حزبا جديدا. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلن وزيرا التعليم نفتالي بنت والقضاء ليت شاكيد انشقاقهما عن حزب البيت اليهودي اليميني الداعم للاستيطان في منطقة الضفة الغربية، وتشكيل حزب سياسي جديد تحت مسمى اليمين الجديد. وقال الوزيران الإسرائيليان في مؤتمر صحفي مشترك إن من مبادئ الحزب الجديد الذي أقمناه هو منع إقامة دولة فلسطينية. نتابع مع صحيفة الأيام إلى خبر آخر يتعلق أيضا بالأخبار العبرية. قناة عبرية: الحكومة الإسرائيلية ستوافق اليوم على مشروع قناة البحرين مع الأردن. ومن هذا الخبر في صحيفة الأيام ننتقل إلى الخبر الأخير الذي يتعلق بالشأن الروسي التركي وكذلك السوري. اتفاق روسي تركي على تنسيق ميداني في سوريا بعيد القرار الأمريكي بالانسحاب من الأراضي السورية. من صحيفة الأيام نتابع هذه الجولة إلى آخر محطة مع صحيفة القدس. القدس عنونت: قصف جوي لموقع وسط غزة واقتحام أحياء وتخريب منازل ومركبات في محافظتي الخليل وجنين. نتابع في صحيفة القدس: اشتيا إذا أصرت حماس على أنها لا تريد انتخابات، سنذهب إلى صيغة أخرى للحفاظ على مؤسسات الدولة. نتابع في صحيفة القدس، ومن هذا الخبر ننتقل إلى عنوان آخر: اعتراض على سلب 1200 درهم لمنحها للمستوطنين. وفي تفاصيل هذا الخبر، تقدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان باعتراض على إعلان الحكومة الإسرائيلية تخصيص 1200 درهم كأراضي دولة في خلة النحلة إلى الجنوب من بيت لحم، ضمن مخطط لوزارة المالية الإسرائيلية كي تمنح للمستوطنين. وقال حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم إن الاعتراض سيقدم من خلال حركة السلام الآن، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة والتي تقع على رأس تلة جبلية تعود لعشرات العائلات في محافظة بيت لحم. ومن هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر هو الأخير في صحيفة القدس الذي اخترناه لكم في هذا الصباح: الرئاسة والحكومة وفصائل فلسطينية تدين الهجوم الإرهابي على حافلة في مصر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع الصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم. وفي ختام هذه الجولة لابد من التذكير بأن هذا العام، عام 2018، كان عاما صعبا على المسجد الأقصى وأيضا على المدينة المقدسة. نتحدث عن تسارع وعن أيضا سياسة ممنهجة للتعجيل بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفقا للمخططات العنصرية لحكومة تل أبيب. في الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا فراس الدبس الناطق الإعلامي للمسجد الأقصى المبارك عبر الهاتف. صباح الخير أستاذ فراس. أسعد الله صباحكم جميعا مشاهدينكم الكرام. يعني كان عاما صعبا على المسجد الأقصى، سياسات كانت مكثفة عدوانية وبكل تأكيد كانت بدعم من عصابات المستوطنين من جهة، وكذلك بدعم ممنهج من يعني أيضا ساسات الأمن في إسرائيل. بالفعل يعني شاهدنا بعام 2018 عدة انتهاكات خطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك، وكان كل ذلك يأتي من ضمن المجموعات المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى. كان باقتحام مجموعات كبيرة اقتحموا المسجد الأقصى وسجلنا رقم كبير هذا العام فوق العام 2017. يعني حتى الآن يعني أكثر من 5000 منصرم، يعني كانت في عام 2017 سجلنا رقم 25000 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، كان بزيادة 70% عن عام 2016. ولكن نحن اليوم سوف نقوم بصفة إصدار تقرير الانتهاكات عام 2018، خلال الساعات القادمة سوف نقوم بإصدار هذا التقرير الانتهاكات جميعا، وسوف نعلن عن الرقم الكبير الآخر الذي كان هناك بحق الاقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك. كل ذلك يأتي ضمن مجموعات المتطرفين التي تدعمهم حكومة الاحتلال بشكل علني وواضح، أصبح داخل باحات المسجد الأقصى، وأصبحنا نلاحظ أن هذه الاقتحامات لأن سياسة مبرمجة وممنهجة من قبل حكومة الاحتلال يطبقها المتطرفون وأعضاء الكنيسة أيضا ووزراء الاحتلال الذين يدعمون هؤلاء المتطرفين. يعني كان هناك انتهاكات واضحة من خلال
الهجمه على داخل ومحيط المسجد الاقصى، يعني لم نكتفي بالاقتحامات الداخليه على المسجد الاقصى، وشاهدنا الاقتحامات والانتهاكات على بوابات المسجد الاقصى من الساحات الخارجيه لبحات المسجد الاقصى، تبدا من باب الرحمه من الخارج على البوابات الخارجيه لجميع البلد القديمه. نعم استاذ فراس، ايضا نتحدث عن مخاطر ونتحدث عن تحديات في العام المقبل وفي الايام المقبله علينا، ومن هنا ايضا كانت هناك دعوه من خطيب المسجد الاقصى المبارك لكل المقدسيين، لكل الفلسطينيين، وكذلك لجموع الأمة العربية والأمة الإسلامية، وبالتالي ما هي الرسالة التي نوجهها اليوم مع نهاية هذا العام لكل هذه الجماهير؟ يعني نتحدث ونكون واضحين، الهجمة الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، التحديات كبيرة، هناك مخطط كبير من قبل حكومة الاحتلال يتجه نحو المسجد الأقصى، كما ذكرت الهجمة من الداخل ومن الخارج على المسجد الأقصى المبارك، يجب جميعا أن نقف مساندين لدور الأوقاف وحراس المسجد الأقصى وإدارة الأوقاف جميعها التي تعمل داخل باحات المسجد الأقصى في ظل الصعوبات. نحن نرى حجم كبير من الاعتقالات والإبعادات بحق موظفي الأوقاف وحراسه الذين يعملون داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، هذا كله يعني هناك مخطط خطير يتجه، ونحن نعي جيدا ان هناك خطر محدق على المسجد الأقصى، هناك خطر قريب باتجاه المسجد الأقصى خلال الاعوام او العام القادم، ولا يحبط اي مخطط للاحتلال او اي مخطط للمتطرفين سوى اولا بتوحيد الصف الداخلي وتوحيد وشد الرحال الكبير، يعني لا يمكن احباطهم الا بالتواجد داخل باحات المسجد الاقصى المبارك، يجب على الجميع ان يشد الرحال سواء كان من القدس او من داخل المحتل او من الضفه، وكل من يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى المبارك يجب ان يشد الرحال وان يتواجد المسجد الاقصى المبارك من صد الهجمه الخطيره التي تاتي نحو المسجد الاقصى المبارك من خلال حكومه الاحتلال ومتطرفينهم. نعم، المسؤول الاعلامي في إدارة الأوقاف الإسلامية الأستاذ فراس الدبس، شكرا جزيلا لك. نتابع في مشوارنا الصباحي هذا، ولكن ننتقل إلى آلاء لمتابعة أولى فقراتنا في هذا المشوار الصباحي. شكرا لك محمد، وأكيد مشاهدينا نستكمل معكم محطاتنا في هذا الصباح بعد فاصل قصير، كونوا معنا. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت، يسعد صباحكم من جديد. مع نهاية هذا العام نتحدث عن الواقع الزراعي في فلسطين، ونتحدث عن الكثير من التحديات التي مر بها هذا القطاع الزراعي وأيضا المزارعين بكل المكونات، بدءا من التحديات التي يتسبب بها الاحتلال وصولا إلى تحديات أخرى كثيرة. صحيح بلا شك محمد، وكان هناك جهود حثيثة لمواجهة هذه العقبات سواء من قبل
الاحتلال وأيضا العقبات اللي بيواجهها هذا القطاع بمستويات مختلفة، سواء الثروة الزراعية والحيوانية. نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع معالي الوزير سفيان سلطان. منرحب فيك معاليك، يسعد صباحك. أهلا بك، صباح الخير لكل المشاهدين ولكل المزارعين والشعب الفلسطيني. بداية كل عام وانت بخير، وأيضا مزارعينا وكل القطاع الزراعي. إن شاء الله يا سيدي هذه سنة خير وبداية خير، ما شاء الله، يعني موسم الأمطار موسم ممتاز. صحيح. من بدايته إن شاء الله هذا يعني تكون بداية مبشرة بالخير لكل مزارعينا وشعبنا الفلسطيني. إن شاء الله. يعني نبدأ الحديث عن ملخص العام على مستوى القطاع الزراعي، ولكن أود أن أبدأ من التطورات الأخيرة والتحديات الأخيرة التي طبعا كانت بمنع إدخال الخضار والفواكه إلى السوق الإسرائيلي، وكذلك منع الاستيراد، يعني هو قرار أيضا فلسطيني. هذه تحديات يواجهها المزارع، سواء يعني تسويق المنتج الزراعي الفلسطيني، سواء لأهلنا في داخل مناطق 48 أو حتى على صعيد تصديرها إلى خارج فلسطين. يعني تعرف أن القطاع الزراعي هو من القطاعات الهامة، وهو علاقة القطاع الزراعي بالأرض والإنسان والمي، والإسرائيل طبعا هي مستولية على الأرض ومستولية على المياه ومستولية على كل شيء، ومع ذلك القطاع الزراعي ومزارعينا بيقوموا بزراعة ممتازة وإنتاج زراعي يعني متطور، وفي عندنا إنتاج، لكن هذا لا يبدو أنه هذا لا يليق، لا يروق الاحتلال، وبالتالي كالعادة يلجأ الاحتلال إلى خطوات تصعيدية، منها تدمير الأراضي، قطع الأشجار، هجمات المستوطنين المتتالية على المزارعين في كافة المواقع. عندنا قطاعات مهمة الآن، مثلا قطاع الدواجن، عندنا قطاع الثروة الحيوانية الخراف. يعني قطاع الدواجن تعرض خلال الخمس أشهر الماضية إلى هجمة يعني كبيرة. صحيح. من خلال تهريب الدواجن من إسرائيل إلى الأسواق الفلسطينية بأسعار زهيدة مدعومة من الجانب، بهدف ضرب هذا القطاع. صحيح. ومع ذلك صمد مزارعنا لغاية الآن والحمد لله، حاول يكرر التجربة من خلال شركات الاستيراد من الخارج، الشركات الإسرائيلية. نعم. في موضوع الخراف، فطبعا احنا نقوم في كل مرة بمراجعة طبعا الوضع، ونقوم بعمليات تنظيمية للقطاعات المختلفة ومنها قطاع الخراف. قمنا بتنظيم هذا القطاع، لقينا أن هناك انخفاض كمية كبيرة مدخلة من ضمن هذه الشركات إلى الأسواق المحلية طبعا، وبالتالي أدى إلى تدني أسعار الخراف عند المزارعين، وكادوا يتعرضوا لخسارة كبيرة. صحيح. كما هو في قطاع الدواجن. صحيح. فقمنا بعملية تنظيمية شملت جزئين، جزء منها تقليل الوارد عبر الشركات الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، وكذلك منع الشركات الاستيراد ما يقوم به الشركات الإسرائيلية من استيراده لإسرائيل وليس للجانب الفلسطيني، لتنظيم هذا القطاع حتى أنه نعطي المزارع الفلسطيني فرصة أنه يستعيد عافيته، وطبعا هذا شيء أساسي لتدعم صمود المزارع في كل مواقعه. نعم. معالي الوزير، يعني أمام كل هذه العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي يعني والاعتداءات المتواصلة على الأرض وعلى المزارع الفلسطيني، كان هناك جهود من قبل وزارة الزراعة اللي هي كمان حاضنة لكل هؤلاء المزارعين، كيف خلقتم جسر تواصل بين الوزارة وبين المزارعين بحيث أنه كمان المزارع يكون شريك في التصدي لهذه؟ يعني خلينا أعود للحديث اللي بدأته، نتيجة للإجراء التنظيمي اللي قمنا به، الإسرائيلي أو وزير الزراعة الإسرائيلي أخذ قرار بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية. صحيح. إلى الأراضي الـ 48. طبعا هذا قد انعكس سلبا على بعض المزارعين اللي هم بيعتمدوا بإنتاجهم للسوق الإسرائيلي. حاولنا أن نحل هذه القضية طبعا عبر التنسيق في الشؤون المدنية، لكن لم يؤدي ذلك إلى نتيجة. اضطررنا إلى أن نقوم بإجراء مماثل اللي هو قرار مجلس الوزراء الأخير بمنع دخول المنتجات الزراعية من الجانب الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية، وهذا حق طبيعي وشرعي ضمن
عملية الحفاظ على السوق الفلسطيني والمزارع الفلسطيني. هذه قضية مهمة إنه أنا أني أشير إليها. نحن في تواصل يومي وبنقول ساعة بساعة مع المزارع الفلسطيني. يعني وردتنا على سبيل المثال 288 توقيع من مزارعين مؤيدين للقرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية. وهناك طبعا تلاقي كبير بين المزارع الفلسطيني ووزارة الزراعة بسياستها ودعمها. نقوم بدعم المزارع بكافة المواقع، نعم، سواء باستصلاح الأراضي أو بمشروع تخضير فلسطين أو من خلال تزويد بالأعلاف أو بالبذار، ويعني نعم، ومشاريع ضخمة جدا تقوم بها وزارة الزراعة لصالح معليك. يعني نتحدث عن تصاعد في حدة الاعتداء على الأرض، وهذا كان وفق تقرير أممي أخير عن عام 2018 في فلسطين. يعني كيف أيضا أثر ذلك على الإنتاج الزراعي، وكيف أثر ذلك أيضا على المزارعين وعلى القطاع الزراعي؟ نتحدث عن تقطيع لأشجار الزيتون من قبل المستوطنين، نتحدث عن وضع اليد على الأراضي الفلسطينيين بحجج أمنية، وطبعا ما شابه ذلك. يعني الإسرائيليين هدفهم هو تدمير أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني اللي هو القطاع الزراعي. وطبعا إذا ما تم ذلك، يعني أن هناك خاصة أن القطاع الزراعي مساهمته بالصناعات الزراعية على سبيل المثال تزيد على 55%، حجم الصادرات الزراعية 55% من مجمل الصادرات الفلسطينية للخارج. وبالتالي هذا يعني هدفه هو تدمير القطاع الزراعي وكسر صمود المزارع الفلسطيني وتمسكه بأرضه. عشان هيك الاحتلال لا يألو جهدا من أنه يقوم بتقطيع الأشجار أو مصادرة الأراضي أو إلى آخره. طبعا لكن نحن في الحكومة ووزارة الزراعة نقوم بدعم المزارع الفلسطيني بكافة الوسائل. على سبيل المثال أي تخريب أو تدمير أو قطع أو للزراعات، هناك برنامج دعم كامل للمزارعين بهذا المجال. تقوم الوزارة برصد كل الاعتداءات، ثم هناك الصندوق درء المخاطر والتعويضات الزراعية بيقوم بتعويض المزارعين. مع الوزير، كيف يشكل هذا الضغط على ميزانية الوزارة، يعني أيضا من أجل مواجهة كل هذه الاعتداءات والخسائر، خلينا نحكي، التي يتكبدها المزارع في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا يمكن كمان لما بيكون في منخفضات مثل هذا الوقت تحديدا وفي فصل الشتاء، وشهدنا ذلك يمكن في سنوات سابقة. يعني حصلت يعني كوارث طبيعية أنا بعتبرها جزئية في بعض المناطق خلال السنوات الماضية، تم تعويض جزء كبير منها. كل أضرار الاحتلال خلال السنوات من سنتين 2010 لل 2018 قمنا بتعويضهم بحوالي 18 مليون، ستصرف دفعة أخيرة يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين حوالي 6 مليون دولار. التعويضات مستمرة للمزارع الفلسطيني، لكن أنا بقول إنه يعني خلال السنتين الأخيرات ما لم تكن هناك أضرار طبيعية، ولكن في أضرار احتلال، سنقوم بالتعامل معها وتعويض المزارع الفلسطيني عما يقول له من خسائر فيها. جميل. يعني معليك، بحب أتطرق أيضا لسلة فلسطين الغذائية وهي الأغوار الشمالية. بقدر أحكي أنه هناك في حرب ما بين المزارع وما بين اعتداءات الاحتلال المستمرة وأيضا الهجمات الاستيطانية، وأكيد هذا عام بعد عام بتطلب منا تحديات أكبر، وأيضا وقوف مع المزارع في الأغوار الشمالية بشكل أكبر. كيف كان واقع الزراعة والقطاع الزراعي والمزارعين في عام 2018، وأيضا شو في عندنا خطط مستقبلية للعام القادم؟ يعني وزارة الزراعة بتواصل كما ذكرت مع كل مزارعين ومنهم المزارعين بالأغوار الشمالية، وطبعا احنا بنقوم بكل ما مطلوب منا في عملية أول شيء دعمه في سواء كما ذكرت بطرق زراعية أو أبار جمع للمياه. يعني هناك برك زراعية تم عملها يمكن طاقتها الاستيعابية حوالي 200 ألف كوب على الأقل. في هناك سدود بنقوم ببنائها ساعتها الاستيعاب حوالي نصف مليون كوب، أبار جمع حوالي يمكن تصل إلى 100 ألف كوب، طرق زراعية إلى آخره، مساعدة المزارع في تسويق منتجه وفتح الأسواق للخارج. نعم. يعني كل هذه قضايا. المشكلة اللي بتواجه المزارع هي الاحتلال، نقص المياه برضو، هذه أحد المشاكل الرئيسية.
في الأغوار اللي بتواجه المزارع الفلسطيني، وهذه تحتاج إلى طبعا الاحتلال له دور كبير فيها، وبالتالي تحتاج إلى رؤية شمولية لوضع القطاع الزراعي سواء بالأغوار الشمالية أو بكل أجزاء الوطن. نعم. معالي الوزير، فيما يتعلق ب يعني الشراكات مع القطاع الخاص ويمكن أيضا القطاع المصرفي تحديدا لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة كمان أنه بيكون مسألة الإقراض الزراعي عليها بعض الإشكاليات بحجة عدم وجود ضمانات كافية وغير ذلك، كيف يعني هذه واحدة من النقاط اللي ممكن تكون أيضا على استراتيجية؟ يعني احنا أنشأنا مؤسستين، أول شيء مؤسسة الإقراض الزراعي وهدفها هي الإقراض الزراعي للمزارعين واستبدال قصة التعويضات والمساعدات بعملية الأقراض الميسرة بدون فوائد ولفترات طويلة لمزارعينا ولشبابنا كمان لخلق فرص عمل بهذا القطاع. وهذه المؤسسة يعني الآن اكتملت بنيتها التحتية وستبدأ برنامجها الإقراضي مع بداية هذه السنة. أن المؤسسة الأخرى اللي هي صندوق درء المخاطر والتأمينات هتقوم بإنشاء برنامج أو بوليصة تأمين زراعية، ولأول مرة يمكن في منطقة الشرق الأوسط في دولة بتعمل تأمين زراعي، اللي هو حسنا نكون نحن بفلسطين السباقين بهذا المجال. ممتاز. أعتقد مع بداية شهر 5 أو 6 ستكون هناك بوليصة تأمين زراعية للمزارع يستطيع أن يؤمن على زراعته وعلى مؤنشآته الزراعية. نعم. جميل. يعني احنا بنعرف انه اكيد كل هاي التحديات والمشاكل بتأثر على الأسعار، ولكن السعر دائما بيكون من الأشياء المهمة سواء للمزارع أو كمان للمواطن. شوف، هو الأسعار هي عرض وطلب، يعني في البداية احنا الحمد لله يعني عندنا منتج زراعي، مرات بتلاقي الأسعار انخفضت لأنه ارتفعت كمية العرض، ومرات بترتفع شوي لأنه بقل العرض أو المنتج، بس في عندنا فترة انتقالية دائما. صحيح. في هذه الفترة بتكون فيها الإنتاج فيها قليل، اللي هي عبارة عن الشهرين الماضيات اللي هذول مروا فيهم بين طبعا الإنتاج في الأغوار والمناطق الشبه شفغورية أدى إلى طبعا عدم زراعات وعدم إنتاج في هذه الفترة. الآن مع نهاية شهر 1 حيكون هناك إنتاج فائض وستنخفض الأسعار، بس المتأمل إن شاء الله أن تكون الأسواق قادرة على استيعاب المنتجات الزراعية، وفتح الأسواق بالخارج والتصدير للخارج هذه مهمة أساسية للقطاع الخاص. نعم. وأنا بهيب بالقطاع الخاص أنه يهتم بهذا القطاع وأن يستثمر بهذه العملية، وخاصة أنه إحنا كوزارة الزراعة قمنا بعد عقد كثير من الاتفاقيات مع دول كثيرة لتصدير منتجاتنا الزراعية إلها، ونحن الآن نصدر 50 منتج زراعي لما يزيد عن 60 دولة في العالم، ونحن بحاجة إلى مزيد من الأسواق إن شاء الله. وبالتالي بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة مع المزارع إعادة تنميط كمان المنتج الزراعي كمان بما يتناسب مع ذوق الدولة التي نصدر إليها أو المستهلك الذي نصدر إليه، هذا قد يؤدي إلى نتائج إن شاء الله يعني. نعم. ممتاز جدا. نعم، كل الشكر لوجودك ولوقتك معنا معالي الوزير، ونثمن دائما الجهد العالي اللي بتقوموا فيه، وان شاء الله العام المقبل يكون عام إن شاء الله خير وانجاز انجازات جديده. والله ان شاء الله يعني في انجازات تمت في خلال 3 سنوات الماضيه كبيره، هذه تحتاج يعني يمكن الى ساعه من الحديث فيها في القطاع الزراعي بكافة المجالات، وإن شاء الله يعني جاهزين. يعني جهودكم مشكورة أكيد. شكرا لكم معالي الوزير، وأكيد هذا صباح خاص لكل مزارعينا في هذا الوطن الجميل. فاصل قصير ونواصل فقراتنا في هذا المشوار الصباحي. Oh,
أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، تحية لكل متابعينا في هذا الصباح. في هذه المحطة نتحدث عن وجبة الإفطار وأهمية وجبة الإفطار. يعني يمكن كثير من الناس بتساهلوا في هذا الموضوع أو بيأجلوا الفطور يعني متأخر، وهون بيصير في خلل في مفهوم هاي الوجبة اللي هي واحدة من أهم الوجبات يعني في نهار الشخص. أنا دائما بقرأ على فكرة عن أهمية وجبة الإفطار، وبعتقد انه هي العنصر الاساسي في الحصول على جسم سليم وايضا الطاقه السليمه اللي احنا كيف ممكن صحيح. كل الاشغال وكل يوم نقضيه بطريقه سليمه ومنيحه. بتستحق تفطر لما بيكون عندك صباحي؟ مش دائما، بس بستعيض عنه في اشياء هي يمكن تكون بديل لوجبه الفطور. عموما راح استشير في هذا الكلام اخصائي التغذيه وطن نزال اللي موجوده معنا في الاستوديو في هذا الصباح. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. يسعد صباحك. اهلا فيك. وطن، بدايه خلينا نحكي مثل ما حكينا في المقدمه، يعني مفهوم وجبه الافطار، يعني اي ساعه لازم يكون الفطور وشو هي الوجبه؟ هلا احنا بالنسبه لوجبه الافطار هي المفروض انه تكون احد الوجبات الرئيسيه الثلاث اللي احنا متعارف عليها. احنا عندنا المفروض كل يوم يكون 6 وجبات، 3 منهم رئيسيه و3 يكونوا عباره عن سناكس. اول وجبه هي وجبه الافطار اللي المفروض تكون بعد 45 دقيقة لساعة من لما نصحى من النوم. فعندنا هون شوي غلط بمفهوم الإفطار، إنه إحنا بنعتبر لو مثلاً أكلنا الظهر خلص هون إحنا أفطرنا. لا، مفهوم الإفطار هو الوجبة اللي لازم تكون في بداية النهار وأول وجبة في الصباح. طبعاً في الصباح الباكر، يعني المفروض من الساعة 6:30 للساعة 7 بنكون إحنا متناولين وجبة الإفطار. لما إحنا بنلعب بالساعة البيولوجية بصير عندنا سهر لوقت متأخر. هذا الإشي بيؤدي إنه إحنا بنقلب يومنا، بنصير مثلاً بننام بالنهار وبنصحى بالليل. بيعكس هذا الإشي على جسمنا إنه على عمليات الأيض بصير شوي مخربشة بالجسم، فهذا الإشي بيأثر على طاقتنا خلال النهار وعلى تركيز السكر في الدم. تمام. فإحنا بنقصد بوجبة الإفطار هي الوجبة اللي بنتناولها بعد ما نصحى من النوم من 45 دقيقة لتقريبا ساعة. طبعا المفروض تكون بتحتوي على العناصر الأساسية، لازم يكون في عنا فيها من جميع المجموعات الغذائية، المفروض يكون فيها من الخبز والحبوب، المفروض يكون عنا فيها كمان من البروتينات، من الحليب ومنتجات الألبان، ومن الدهون والزيوت. تمام. هو أنت حكيتي عن إشي مهم اللي هو بعد ما إحنا نصحى من النوم بخمسة وأربعين دقيقة. يعني مش مباشرة، مش بعد 10 دقائق أو ربع ساعة. هذا غلط بيكون؟ لا عادي، مش غلط، بس إنه لأنه إحنا بالعادي منحضر نفسنا يعني عشان إنه بدنا نبلش الشغل بعديها منروح على الفطور. فيعني تقريبا هذا هو الإشي اللي عند غالبية الناس، خاصة لما إحنا بنحكي عن طلاب مدارس، فهم بالأغلب بيكون محضر حاله للمدرسة بعديها بروح صحيح. على وجبة الفطور. طيب بدي أسأل عن نقطة يعني يمكن بتحدث مع كثير من الناس، اللي هم بيصحوا بس ما بيكون جاي عبالهم يأكلوا، أو مثلا بيشربوا قهوة فبطلوا حابين أو بتسد نفسهم خلينا نقول، أو مثلا ممكن ياخذوا حبة شوكولاتة مع قهوة. فهل هذه ممكن تعتبر بداية للفطور ولا هي ما بصير هاي ممارسة خاطئة؟ احنا بالعادة الكافيين هو اصلا بسكر الشهية، يعني انه لما احنا بناخد اشي فيه كافيين اكيد مش رح يجي على بالنا نفطر. فالصح لا، انه احنا نبلش بالمي بعديها بعد نص ساعة نفطر. هو يعني هاي هي الشغلة المضبوطة اللي لازم احنا نعملها عشان يكون في عنا قابلية للافطار. بس حتى انا بحكي صحيح انه الفطور لازم يكون فيه العناصر الغذائية كاملة، بس لو كان إشي بسيط مثلا حبة فواكه بيكون أفضل من عدم تناول وجبة الإفطار نهائي، لأنه إحنا بدنا طاقة، بدنا سكر. فلو أخذت أنا حبة فواكه في يوم مثلا أنا صحيت متأخر مش مشكلة، بس إنه أحاول بالأيام اللي بعدها إنه أعدل على عادات الغذائية وأتناول وجبة الإفطار. تمام. لأنه وجبة الإفطار هي أهم وجبة، فإحنا بدنا نحكي كمان نصائح لكل مين بشوفنا عن ممكن بعض الأطعمة اللي مش لازم تكون موجودة على وجبة الإفطار. هلا احنا عندنا بالعاده الشغلات اللي احنا بنشتريها او الشغلات اللي بتكون جاهزه زي الكيكات زي الحلويات، هاي المفروض احنا نبعد عنها في وجبه الافطار. المفروض نركز على الشغلات اللي حكيت عنها، هي مغذيات او بتشمل على العناصر الغذائيه. بس في انا حابه يعني احكي عن ايش، ليش احنا بنعتبر انها وجبه الافطار هي وجبه كثير مهمه. احنا بنكون في وقت النوم من 7 ل 8 ساعات، هي فتره الصيام.
أكيد إحنا ما أخذنا طاقة خلال هاي الفترة، فبالتالي بده يكون عندنا تركيز السكر بالدم رح ينخفض، فإحنا بيكون جسمنا بحاجة للي هو عندنا السكر حتى إنه يعيد توازن الجسم، وكمان بتكون عندنا عمليات الجسم الحيوية إنه مش ما بتعمل بالطريقة المضبوطة. فأنا في حال صحيت من النوم المفروض أول شغلة أعملها إني أخذ فطوري، مش مفروض أروح على الشغل أو أطلع على المدرسة وأنا مش متناول وجبة الإفطار، لأنه لو بدي أعمل هيك رح يزيدوا الساعات، ممكن نوصل ل 12 ساعة وأنا مش ماكل ولا إشي، فهيك رح يقل تركيز السكر بالدم، بالتالي بدي أشعر أنا بالإعياء أو أشعر أنه أنا مالي إشي. ممكن كمان اللي هي عنا أنه عمليات الأيض هون رح تكون تقل. ليه؟ لأنه إحنا ما منعت جسمنا الطاقة اللي هو بحاجتها كل فترة زمنية. كمان في شغلة مهمة، إنه كتير دراسات بينت ووضحت إنه الناس اللي بتناول وجبة الإفطار بشكل منتظم، يعني إنه هو منظم نفسه إنه دائما بتناول وجبة الإفطار، هذا الشخص ممكن يحافظ على وزنه بشكل طبيعي أكثر من الأشخاص اللي بيهملوا وجبة الإفطار. نعم، فهذا طبعاً بيساعد. طبعاً السبب إنه إحنا لما بنهمل وجبة الإفطار بدها تقل عمليات الأيض في الجسم، فهذا الإشي رح يخلي عندي الحرق أقل، فرح أشعر كمان بالجوع أكثر على وقت الغداء، فبالتالي رح ترتفع عندنا هرمونات الجوع، وهي رح تخلي أنا في نفسي يعني إنه يكون تطلب الأكلات الدسمة أكثر من الأكلات الصحية أو الأكلات اللي بتكون شوي أخف في السعرات الحرارية. نعم. وطن، يعني عندي تساؤل عن الوجبات الخفيفة أو السناكس اللي حكيتي عنها، لأنه كمان في كثير من الناس اللي بيعتقدوا إنه هذه ممكن تزيد الوزن وما في داعي إلها ولازم أختصرها. شو هي، شو مفهومها، وشو الإشي اللي ممكن تعوضه هي عن الوجبات الرئيسية؟ هلا إحنا بالسناكس يعني دائما إنه منفضل إنها تكون هي عبارة عن وجبات صحية، يعني فواكه، خضار، ممكن لو إحنا بدنا نأخذ محليات تكون بكميات قليلة، ما منحب إنه نأخذها في كميات كبيرة. بس فائدته إنه إحنا ما بصير نقطع جسمنا عن الأكل فترة طويلة، لأنه زي ما حكيت هذا الإشي بخفض عمليات الأيض، بالتالي أصلا بيأثر على الوزن. يعني إحنا لما بناكل 6 وجبات باليوم أفضل من إني أكل 3 وجبات تكون كبيرة، هيك أنا بحافظ على وزني أكثر لو قسمت أنا وجباتي ل6 وجبات مش ل3 وجبات. هذا بيعني إنه نختصر من الوجبة الرئيسية ولا لا؟ إنه نقلل الوجبة الرئيسية، إنه نأخذ عليها أكل، نحاول إن يكون خيارات صحية وبكميات أقل، ونحاول إنه بين الوجبات يكون في عنا وجبات خفيفة. جميل، نرجع لموضوع الفطور. نرجع على أهمية الفطور. أهمية الفطور، مرات زي ما حكيت آلاء في المقدمة إنه ما بيكون في وقت إنه إحنا نتناول وجبة الفطور لنصحى ونحضرها وكل شيء تمام، يعني هذا مرات ما بزبط معنا، صح؟ خاصة لما نفكر بالفطور الفلسطيني يعني بكل مكوناته. فشو في بدائل يعني ممكن تكون؟ البدائل، أول شغل لازم أكون أنا إنه أنظم وقتي على إنه أصحى بكير عشان أفطر. تمام. هاي أول شغل لازم إحنا نحاول نعملها. شغلة تانية إنه أنا ممكن كل يوم أحضر أنا شو بكرة بدي أفطر. لما أنا بعمل هيك بكون مثلاً بحط فواكه، بجيب دائماً عندي فواكه، بحكي أنا بكرة لو صحيت متأخر ممكن أكل موزة، ممكن أكل أي حبة فواكه مثلاً، بعديها بطلع على الشغل. فلازم إحنا نكون محضرين من الليل إحنا بكرة إيش بدنا نأكل. وهل بتكفي يعني حبة فواكه واحدة بتكفي؟ بتكفي في حال أنا كنت متأخر، بس ما أنا لازم المفروض بين عاداتي إنه يكون دائماً في عنا إفطار. يعني هي لازم تكون عادي عندي إنه يكون عنا كل يوم في وجبة إفطار. في حال أنا أهملتها وبلشت أهملها خلص رح تصير عندي عادي ورح أنا أهمل وجبة الإفطار. عشان هيك أنا دائماً بحكي للأهل إنه المفروض إحنا نفسنا نحط الأكل الصبح ونحكي للأولاد يلا بدنا نبلش أكل. ليه؟ لأنه الأم دائماً هي اللي بتشجع أطفالها إنهم يتناولوا وجبة الفطور. وفي حال كانوا ما بدهم يتناولوا وجبة الفطور وشافوا إمهم وأبوهم بيفطروا كل يوم رح تصير عندهم عادي ورح يبلشوا هم يتناولوا وجبة الفطور زي أهاليهم. وعشان حكينا عن الأطفال، خلينا نحكي عن أهمية كمان وجبة الفطور للأطفال والخيارات المتاحة، لأنه كمان كتير الأهل بيواجهوا هذا الموضوع إنه الأولاد بزهقوا مثلاً لما بيفطروا كل يوم نفس الشيء، أو مثلاً وجبات على المدرسة، خاصة هلا يمكن فترة امتحانات أو في كمان مدارس عطلت، كمان ممكن نحكي عن موضوع الفطور والامتحانات. هلا بالنسبة إحنا لما بنحكي عن طلاب المدارس، ففي عنا مرحلتين، مرحلة أساسية في عنا من أول لرابع، واللي هو إحنا عاملين لهم برنامج في وزارة التربية والتعليم اللي هي برنامج استراحة الإفطار الصباحي.
هي بتكون بين الحصة الأولى والثانية، المفروض المعلمة أو المعلم يسمح للطلاب في هاي الاستراحة إنه يتناولوا وجبة الفطور اللي هم جايبينها من البيت. هاي في حال هم كانوا متخلفين على وجبة الإفطار الرئيسية اللي موجودة في البيت. كمان في عنا شغلة مهمة اللي هي عنا للطلاب اللي أكبر شوي، ممكن الناس ما بتعرفها، اللي هو إنه عنا إحنا الناس اللي بتفطر أو الطلاب اللي بتفطر بيكون تركيزهم أعلى. يعني كتير دراسات عملوها وبينت إنه الطلاب اللي بيفطروا بيكون عنا تحصيلهم العلمي أعلى. طبعاً ليه؟ لأنه في عنا طاقة، في عنا نشاط أكثر، في عنا الدماغ بده سكر، فهو بيحصل عليها عن طريق الإفطار، خاصة لما بيكون في بالإفطار كربوهيدرات معقدة أو زي مثلاً أمثلة عليها اللي هو الخبز الأسمر وغيره من الكربوهيدرات. جميل، كل هاي النصائح صارت موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا، وأكيد على الفيسبوك كمان صفحة تلفزيون فلسطين وكذلك فلسطين هذا الصباح. بدي أشكرك وطن نزال أخصائية التغذية، وأيضا سيري وانفتحت مع الأكل والفطور. وين رح نروح عليها؟ رح نروح مع محمد شتية، ومثل ما حكينا في بداية برنامجنا رح يحكي لنا عن حلاوة السمسم. حلوى السمسم هذه العلامة الفارقة في عالم الحلويات النابلسية، صناعة امتدت لأكثر من 150 عاما وارتبطت بتاريخ مدينة نابلس التي عانقت معاملها حجارة البلدة القديمة فيها، وكانت سفيرا لهذه المدينة التي حافظ أهلها على هذه الصناعة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. الحالة الأولى منحط إحنا القطر، لازم نحطه يغلي شوية صغيرة، بعدها منوزن كمية معينة من السمسم. هذا السمسم أصلاً محمص، طبعاً شيء معروف إنه يكون محمص السمسم. منحرك كتير منيح لنتأكد إنه القطر وصل لكل السمسم. هلأ مندير أو مننقل السمسم لعند السدر هون. إحنا دوماً منفضل في عملنا إنه نستخدم الستانلس ستيل، بنقولهم على دفعتين. منذ سنوات وحلوى السمسم لم تغير أو تضف شيئا على طريقة صناعتها التقليدية، فقد صار أصحاب تلك المعامل على نهج واحد في عملية التصنيع. فهذا المعمل يستعد لتحضير طبخة جديدة تصنع خلالها حلوى السمسم بأشكال متعددة، وتمر بحلقة مميزة من الترتيبات والإجراءات حتى يخرج المنتج إلى الأسواق بأبهى حلة. طبعاً السمسمية يعني شغلة كتير بسيطة جميلة جداً، أخذتها من تراث في نابلس، بما أنها نابلس مشهورة في صناعة السمسمية والحلويات. شيء كتير جميل إنك تتعب على إشي، تبذل جهد كتير كبير لإشي أنت بتحبه. قديش أنت بتتعب على إشي أنت عن جد بتحبه، قديش بتقنع الناس فيه، الناس بيستمتعوا فيه، كمان بيصير عندهم شغف إنهم يدوقوه ويجربوه في السوق. ولما يتعرف الناس عن جد الإشي شغل ستات بيوت بيعطي ثقة، شغل سيدات خاصة بيعطي ثقة أكتر. منتج نظيف، المنتج جودة عالية، المنتج مرتب. هلأ هو غالبا في الشتاء بيكون الإقبال على السمسمية والحلويات بشكل عام أكتر، ولكن بيستمر الشراء طيلة أيام العام. منذ سنوات وحلوى السمسم لم تغير أو تضف شيئا على طريقة صناعتها التقليدية، فقد صار أصحاب تلك المعامل على نهج واحد في عملية التصنيع. فهذا المعمل يستعد لتحضير طبخة جديدة تصنع خلالها حلوى السمسم بأشكال متعددة، وتمر بحلقة مميزة من التركيبات والإجراءات حتى يخرج المنتج إلى الأسواق بأبهى حلة. عشان بداياتنا عم نستخدم شغل بدوي، بس بنفضل نستخدم الإشي الصحي اللي مطابق للمواصفات والمقاييس. هذا إشي كتير طبعاً بيميز شغلنا. تفضل لو سمحت. طبعاً في مقصات معينة تستخدم في هذا في قص السمسمية. هلأ إحنا في آخر مرحلة اللي هي مرحلة التغليف، بعد ما إنه تم لف حبة السمسمية في النايلون. طبعاً كل علبة لازم يكون فيها 12 حبة زي ما أنتم شايفين، على طابقين 1 2 3 4 5 6 هيك.
هي موجود هي هيك هون هذا السمسم وهي هذا الفستق العبيد. هي إذن مدينة نابلس، مدينة الحلوى والحلويات، منها خرجت أشهاها وكانت سفيرة لصانعيها وتجولت في كل أرجاء المعمورة. من مدينة نابلس محمد شتيه، تلفزيون فلسطين. شكرا لزميلنا محمد شتي على هذا التقرير، واكيد مشوارنا الصباحي مكمل معكم، رح ننتقل الى غزه. هلا نعم صحيح، وزميلتنا بيداء معمل الحديث عن شاب يفوز بالمركز الاول في الكرنفال السينمائي لافلام المراه رغم يعني معاناته مع المرض، لكن هذه قصه تحدي وقصه تميز وابداع من غزه الى هناك. علمته السنون كيف يمشي فوق أشواك الطريق، كيف يداوي ليل آلام بابتسامات الشروق، ليقبل على التحدي من جديد ويشارك في مهرجان الكرنفال السينمائي الثالث لأفلام المرأة الذي أطلقه مركز شؤون المرأة في قاعة رشاد الشوى بمدينة غزة، ليضع لمساته الفنية الإبداعية في تصميم ومونتاج فيلم أوراق الورد. سيناريو وإخراج الزميل ميسر دحان، فيلم روائي ثلاثي الأبعاد يجسد معاناة المرأة الفلسطينية، وبكل جدارة حاز رامي على المركز الأول بين ستة أفلام عرضت في هذا المهرجان. الحمد لله، هذا بفضل دعوات والدي عليه. أنا مبسوط جدا أن فزنا بالمركز الأول، وكله جاي من دعمي من المخرج ميسر دحان، ومرتي لا أزال بالذكر كانت معي كل لحظة بلحظة. رامي حماد الذي أيقن أنه لا استسلام للمرض، بكل مثابرة واجتهاد أصر على إنجاز هذا العمل. رامي شخصية مبدعة جدا، وعلاقتي فيه ليست بس فقط علاقة العمل، بل هي علاقة أشهر أوقات أنه يعني بتحمل مع ابن وصديق. رامي من عقلية المبدعة التي استطاعت أن تبدع بكل مجالات الهندسة الإذاعية والتلفزيونية، استطاع أن يتقن الصوت، هندسة الصوت والمونتاج والجرافيك. يمكن أن تقولي هو على مستوى ليس مستوى فلسطين بل على مستوى إقليمي. لا شك أن الحديث عن رامي لا يقتصر عند هذا العمل، فأردنا أن نعرفه عن قرب بحكم الزمالة وعمله في تلفزيون فلسطين منذ عام 1999 قسم الصوت والهندسة، فلم يقصر يوما تجاه واجبه المهني، فإن كان المرض عائقا له فأوجد بديلا بأن يكمل أعماله في البيت من تصميم ومونتاج تخص العمل التلفزيوني بجانب أعماله في مونتاج الأغاني الوطنية والبرومات وأغنية انطلاقة فتح في العام الماضي. بعد الانقلاب احنا كنا من الأوائل في التلفزيون، شغلنا في التلفزيون الفلسطيني، وكنا نشتغل في قبل يعني الانقلاب لأغاني الرئيس وكذا. بعد الانقلاب كان معنا أرشيف في انت جهازي، ويعني الحمد لله وكنا نشتغل
ببيتي لا تلفزيون، لأنه كانت الأجهزة عندنا في التلفزيون ضعيفة جدا، وكنت أنا أشتغل في الأرشيف اللي كان معي أنا والمخرج ميسر الدوحان، وكنا يعني لله الحمد اشتغلنا عند الانطلاق الفتح أغاني مميزة. هذه الأغنية بشتغلها لفخامة الرئيس أبو مازن، بفتخر إني أنا دائما أشتغل له الأغاني، وأنا دائما بفتخر إنه يكون اسمي واسم ميسر الدعاء كمغرد أغاني فخامة الرئيس رمز الشرعية الوحيد في فلسطين. عمل لا يشغله عن علاقته بأبنائه الذين تأثروا كثيرا بعد إصابة والدهم بهذا المرض، فيعاني رامي من مرض ALS، مرض ناتج عن مخلفات حرب عام 2014 بأثر الفسفور وأثار الأسلحة المستخدمة آنذاك، مرض نادر يظهر عليه ضمورا عضليا عصبيا، صعوبة بالتنفس وصعوبة في بلع الطعام، إذن بنهاية مؤلمة يؤدي إلى شلل كامل. علاجه يتم من خلال زراعة الخلايا الجذعية أكثر من مرة، مرة واحدة لا تكفي للعلاج، فزرع رامي لمرة واحدة بتكلفة 10,000 دولار في الصين لم تكن كافية لتوقف المرض. هذا المرض ناتج عن سموم الأسلحة اللي بنصابوا فيه، سموم الأسلحة هذه بس تنشقها. الولاد أول شيء تأثروا إنه كيف يعني والدنا مش قادر يحملنا، مش قادر يشيلنا زي قبل، مش قادر يعطينا زي ما كان يعطينا، لأنه كان كتير كتير يعني معطاء لهم يمكن أكثر من أي تصوري يعني. معاناة صعبة جدا، يعني انتقالي من هذا الحمام صعبة جدا جدا، والله أعلم كيف بنتقل. شوي شوي حجب مرضه عن أولاده، لكن أولاده متقبلين هذا الشيء، عمرهم ما حسسوا أنك أنت مش قادر تحضنه، بالعكس هم بيجوا برموا حالهم على ما بيحضنوه. أشياء كثيرة تغيرت من حول رامي، رامي الذي كان الواصل لعائلته وأصدقائه بمشاركته بالأفراح والمناسبات، لكن المرض قيد من حركته بجانب تفاصيل دقيقة يريد أن يلمس بها حنان أبنائه. بالرغم من هذه الآلام يريد رامي أن يتحدى ظروفه القاهرة بأن يخرج للشارع كعادته القديمة بملاقات جيرانه ليشعر أنه ما زال على قيد الحياة ويقبل عليها بكل أمل وإصرار. شغله في بيته، يعني إحنا حنجيب لك الشغل وشغلك كلهم، إحنا عارفين إيش ابداعاتك إيش موهبتك إيش بتقدر تعطي، فأنت هذه ما بتقدر تحجبك إنك عدم إنك تقدر تطلع شغلك يحجبك عنك تأدي عملك. لا، من حبي لشغلي في الإعلام وفي التلفزيون فلسطين، خاصة إني أنا كنت يعني أعمل كل قدرتي لاستخدام الماوس. رامي حماد شخص مميز مبدع، لن يتثانى ولن يبعد أي جزء أو أي وقت من الزمن عن واجبه.